الشيء اللي بيسوي طالع الحرس الوطني عمر 27 سنة في 17 مارس 2014 أثر حملة ومواجهة مجموعة إرهابية تعرضت للإصابة بطلقتين نارية ناريتين من عنصر إرهابي إصابة جتني في العمل الفقري مع إصابة خطيرة من الوقت هذاك لتو المستشفى ما بين المستشفى العسكري ومستشفى قوات الأمن الداخلي طبيب صرح لي اني في تونس ما تماش العلاج بتاعي يلزمني معناها نسافر خارج الوطن لاتمام العلاج معناها حقي بالعلاج كما انا دفعت على البلاد ديالي ودم يسال في البلاد ديالي عجب معناها من اجل البلاد من اجل المواطنين من حقي مش البلاد ديالي تكفل بعلاجي تو 6 شهور وانا نفس الحاله تقريبا معناها في فرش ما نجمش نكون ولا شيء يتفسر كان باتخاذ الدولة في اتجاه ما 6 شهور كان كنت نجم تو عندي مدرة اللي خرجوني ونعالج برا كما انا تضربت وطيش نفس الزملاء نجم نشوف الحالة نتاعي ما عادش نجم ما عادش يحبوا يخدموا برشا منها ما عادش يحبوا يخدموا خاطر شوفوا حالتي هنا ينجم يتصور ان تصير علي هو الحالة كما صار علي هنا حسب ما صرح لي الطبيب في مستشفى قوات الامن الداخلي اللي هو محمد علي البلطي اني الحمد لله هذه البلطي اني في تونس ما تماش العلاج بتاعي لان في المستشفى العسكري ما كيف ما انا قالوا لي اني باش نعمل ريديكاسيون مساج انا جيت باش نرجع للكرسي باش نرجع للمستوى هذا معناها واش صرحوا لي معناها باش يخرجوني من برا كل شيء ما تماش تحس ما تمش معناها مصداقيه وكل شيء مش صارني مؤخرا اعمل حرس في عيد الفطر اما ما وعدنيش معناها باش نتلاقى على علاج خارج الوطن جيست وعدني باش نعمل مساج في الكلينيك وهكا هذا باش وعدني بالطبيعة لما تصيد ولد القاسمين ولد تونس بصفة عامة معناها كشاب تونسي في الأمن اللي دافع على البلاد هذه معناها حالة صارت عليه وخلوه كيما كيما حالة 6 شهور تو نفس الحالة مطيش في الفرش أنا ما ثماش حلول بالطبيعة أي مواطن تونسي باش يغير باش يتحرك باش يدافع على خوه التونسي. الرسالة باش نواجه المسؤولين في البلاد أني من واجبهم باش أنا يتحركوا في القضية نتاعي. مثلا في أنا باش نقبل نعالج خارج البلاد. أنا مش رمزية باش يعملوا علي هذا واجب. أني أنا دفعت على البلاد هذه ودم يسال من أجل البلاد تونس. أنا يلزم من حقي باش نتلقى العلاج شفيق هشام طليع الحرس هشام بيسوي والله باش نحكي لك معناها الحكايه من اول ما صار كان يوم الاحد 17 مارس 2014 جانا الخبر اللي هشام اصيب بالطلق الناري في اثر مواجهه عمليه ارهابيه انا جد صحيح الصدمه وكذا اما من بعد فهمني معناها حسيناه هكا معناها بلي تكون واجب ويخدم في البلاد الحمد لله معناها نعم الموت خاطر هي ضربه صحيح خطيره شوي من المده هذيك معناها والمسؤولين اللي هما ما زاروناش مسؤولين كبار من الحرس امر حرس ومدير في اداره الحرس زارونا وعدونا انه نحن ما نخموش في جمله في حكايه هشام وفي وقتها قالوا لنا هشام ماهوش ولدكم هشام توا ولد اداره الحرس لكن اللي نشوفوا فيه توا مده 6 شهور نشوفوا في العكس تماما نكروا فيه جمله للتو في 6 شهور هو نفس الحاله اللي كما صورتها وكما شفتها نفس الحاله تماما ما ينجمش يحس بساقيه باش يحركها ما ينجمش يقطعوا له في الامل هما من الاداره تاع الحرس اللي هما ما يعرفوش حتى شيء في الطب الطبيب نحبوا نحكم معاه في السبيطار ما يحكيش معنا على حكايه جمله رافض في كلتا الحالتين طلبناه باش كان فما امل يعطينا يقول لنا اللي فما امل ولا ما فماش هو في كلتا الحالتين نكر لا حب يقول لنا اللي ما فماش امل جمله ويعطينا تقرير على الكلام اللي يقول فيه
ولا حب يقولنا اللي فما امل باش نسهلوا نحن في الاجراءات. معناها انا لاحظناها فهمتني فما حكايه تحت الطاوله وديجا قالها امر حرس هو يا صديق وياسر الدكتور المصري صديق وياسر ويعرفه وياسر فهمت ميلاد الكونتاكت. معناها تجيك شكوك في الحكايه هذه تجيك شكوك برشا شكوك توصلك كما شفتهم. معناها هشام يلعبوا به من سبيطار الميليتير وفي لحظة خروجه من سبيطار الميليتير بعد معالجته اللي هو دامت شهرين ونص فيهم شهر و 17 يوم في غيبوبة اللي ينجم يحكي لحتي في غيبوبة. من بعد هيك في حالته كما تشوف تو صورتها هو حالته تو كان تشوف انت اللي شافوه كل معناها حالته تو هشام ما ينجمش يروح للدار. هو في الشهرين ونص حب يروح به للدار معناها في شهرين ونص طلب الطبيب قال هذا سي معناها تم علاجه وكملنا ليه عمليات وهزوه روحوا به سي. رفضنا نحن انه خرجوه طلبوا انه ولو فهمتي حولونا للسبيطار المرسى سبيطار الامن الداخلي بالمرسى. في الوقت هذاك الطبيب بعثوا خرجوا من السبيطار لو رونديفو لحد سي معناها خرجوا لو رونديفو لحد سي. وفي سبيطار المرسى معناها طبيب ما عندوش حتى فكرة على حالة هشام شنو يحكي هكاكا معناها من فمه وحديث يوصل له بالتليفون ومن الإدارة ولا الله أعلم يحكي فيها الحكاية وفي بالوش جملة اللي هشام مضروب معناها فيها في عملية إرهابية مضروب ما مش في باله اللي هو عمل حادث مسيرة. طلبات في الأول أول طلب رسمي ومش أول مرة نطلبه في وسائل الإعلام ديما نطلب فيه انو هشام يشوفوا له حل راهو ماهوش بالحق معناها رضيحه عالميا واحد في